تصميم سكين في برنامج السوليد ووركس. يتألف التصميم من قطعتين إفراديتين الحافة الحادة والمقبض ورسم تجميعي لهم. نبدأ برسم الجزء الحاد من المستوي فرونت بلين. نرسم خط مستقيم من مبدأ الإحداثيات ومن نهايته قوس، ثم من نهاية القوس خط مستقيم مائل. ومن نهايته قوس، ثم خط مستقيم أفقي من نهايته خط عمودي ليلتقي مع مبدأ الإحداثيات. نحدد نقاط التقاء الأقواس مع الخطوط ونجعلها على تماس tangent. من Smart Dimension نحدد الأبعاد 60 مليمتر الخط العمودي و 276 الخط الأفقي وأنصاف الأقطار. ثم نقيد أبعاد الشكل من Display Delete Relations. ثم نرسم الجزء الذي سوف يثبت مع المقبض بطول 60 مليمتر وعرض 24 مليمتر. من التريم نحذف الخط الداخلي ونجعل النقاط على استقامة واحدة vertical. من Futures Extrude نختار Mid Plane بقيمة 1.8 مليمتر. ثم نختار السطح التالي ونرسم شكل الحافة.
من سويب كات نحدد الحافة ثم المسار ليتم قطع الجزء المحدد. وبالتالي نكون قد حصلنا على الجزء الأمامي من السكين. ننتقل الآن لرسم المقبض الخلفي. نفتح بارت جديد ونرسم على المستوي فرونت بلين خط مستقيم بدءا من مركز الإحداثيات. ثم نرسم قوس مركزي سنتر بوينت أرك ونحدد الأبعاد. من نهاية القوس نرسم خط مستقيم مائل، ومن نهاية الخط الأفقي المستقيم نرسم خط شاقولي، ومن نهايته خط مائل. نرسم قوس مركزي نهايتاه ينطبقان مع نهايتا المستقيمان المائلان ونجعلهم على استقامة واحدة horizontal، ونحدد نصف القطر 240 مليمتر، والبعد لنقاط الالتقاء عن الخط المستقيم 32.4 مليمتر. ثم فيليت بقيمة 6 مليمتر عند نقاط الاتصال. ثم نقيد أبعاد الشكل من Display, Delete, Relation, نختار Fully Defined Sketch. من Futures Extrude نختار Mid Plane بقيمة 24 مليمتر و 18 درجة. نختار فيليت بقيمة 24 مليمتر. ثم فيليت بقيمة 6 مليمتر للحواف الخارجية.
من reference geometry نخلق مستوي موازي لي right plane وعلى تماس مع الجزء الأمامي. ثم نرسم على المستوي الجديد مستطيل بأبعاد 1.81 و 24.1 مليمتر، ونختار من Futures Extrude Cut بقيمة 60 مليمتر، حيث يشكل لنا مكان تداخل الجزء الأمامي للسكين مع مقبضها الخلفي. نفتح Assembly ونختار Insert Component لإحضار القطع الإفرادية السابقة. نختار القطعة الأولى أي الجزء الأمامي، ونختار Float لتحرير القطعة. نحدد كل مستويين متماثلين من التجميع والقطعة الإفرادية، ومن Mate نختار Coincident لربط المستويين، ونكرر العملية على التتالي. نحضر القطعة الإفرادية الثانية وهي المقبض. من Mate نختار Advanced Mates، ثم نختار Weights، ونحدد السطوح المطلوبة ليتم تناصفها، ونكرر العملية على السطوح الأخرى. نختار السطح الداخلي للمقر ضمن المقبض مع سطح الجزء الأمامي، ومن Mate نختار Coincident. وبالتالي حصلنا على الشكل المطلوب مجمعاً.